من مزامير أبينا داود النبي: أعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته، أعترفوا لإله الآلهة فإن رحمته ثابتة إلى الأبد. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: كل ما لأبي فهو لي، لهذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويخبركم، بعد قليل لا ترونني وأيضا بعد قليل ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. قال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الكلام الذي يقوله، بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ فكانوا يقولون: ما هو هذا القليل الذي يقوله؟ لسنا نعلم ماذا يقول. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أعن هذا الكلام تتباحثون بعضكم مع بعض؟ لأني قلت لكم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم أنتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، وأنتم تحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، فإن ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة من أجل الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. وأنتم أيضا الآن تحزنون، وسأراكم أيضا فتفرحون، وفرحكم لا ينزعه أحد منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن ما تسألونه من الآب باسمي فإياه يعطيكم، والمجد لله دائما.